بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي مزرعة أبو عبد الله من دولة الكويت. وهذيلي ما شاء الله لا إله إلا الله. دياي الألمنيوم الأصلي. ما شاء الله لا إله إلا الله. هذه ترى خلطة ولد الشرقية لله الحمد. شوفوا طبعا الساعة 7:30 المغرب. هذه الكبارات هذا النوع الألمنيوم الأصلي. طبعا عندي انا هني ان شاء الله راح اوريكم المشروع اللي مسويه. ما شاء الله لا اله صحة ونظافة كلها من خلطة ولد الشرقية. الله يوفقه ان شاء الله. شوف هاي الصوص صار لهم تقريبا 10 ايام. وذيلي صار لهم 1.5 شهر. وذيلي على 2 3 اشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزرعة أبو عبد الله من دولة الكويت. وهذا كلهم شلت الصواريخ إن شاء الله عشان أعطشهم من الساعة 6 إن شاء الله لغاية بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا مع ولد الشرقية إن شاء الله. خلطة ولد الشرقية هذا رقم 2 وهذا رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة تاريخ 21/9/2018 سنة 1440 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد والشكر مع خلطة ولد الشرقية رقم 1 و2 استطعنا بحول الله وقوته بخلطة ولد الشرقية هذا انتاج البيض. هذا البيض الألمنيوم الأصلي وهذا اللاكن فاير وهذا الأورنج. هذا انتاج خلال 2 يوم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.